التموين تعلن طرح كوبونات السلع بالمجمعات الاستهلاكية من 50 ل 300 جنيه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين ونشرة جديدة من شاشة تلفزيون الوطن. وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت كوبونات سلعية بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وده عشان تقدر ان هي تسهل احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل بيمنح ليهم الحرية عشان يقدروا ان هم يشتروا كمان احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وخصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان المبارك بإذن الله. الكوبونات دي تم طرحها من باب التخفيف على المواطنين في مختلف المحافظات بفئات سعرية مختلفة، وفئات الكوبونات هتكون 50 جنيه و100 جنيه و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد. كمان المواطن بيقدر ان هو يشتري اي كمية من المنتجات اللي طبعا موجودة في هذه المعارض، ويمكن كمان صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية او من فروع التجزئة بشركات الجملة، او حتى من خلال معارض اهلا رمضان اللي بتتواجد فيها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. ده كله بيجي في الوقت اللي قال فيه الدكتور علي المصلحي وزير التموين ان افتتاح معرض سوبر ماركت اهلا رمضان الرئيسي هيكون ان شاء الله باذن الله في مدينة نصر، وهيتم افتتاحه رسميا بعد استكمال عمليات التجهيز ليه ان شاء الله. كمان المعرض هيشارك فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الانتاجية، وكمان شركات المطاحن والزيوت وشركتي الجملة العامة والمصرية وشركة قها وشركات المجمعات الاستهلاكية. ده كله يعني الشركات دي كلها اللي موجودة بالإضافة إلى الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار وكمان المصنعين والمنتجين. كمان البيع في المعرض هيكون بسعر التكلفة. كمان إنشاء المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كمان عدد المعارض وصلت ل 455 معرض. كل المعارض دي حضراتكم هتلاقوها منتشرة بكل مركز ومدينة وكمان في النجوع. كل ده هيكون موجود كمان في السيارات متنقلة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والحاجات دي كلها والسلع كلها هتكون بتخفيضات بتوصل ل 30%. كمان بيمكن ان حضرتك تصرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية. كمان مستلزمات رمضان كلها حضراتكم موجودة ومتوفرة الحمد لله في المجمعات الاستهلاكية، ومنها يعني عايزين نقول لحضراتكم على سبيل المثال ما بنحصرش طبعا، البلح بيبدأ سعره من 18 جنيه، وقمر الدين ب 45 جنيه، والبلح النصف جاف ب 68 جنين. شنط طبعا اهلا رمضان بتتوفر ايضا بفروع المجمعات الاستهلاكية باسعار هتكون متفاوتة، بس بتبدأ من 85 جنيه، اعلى حاجة هتكون 200 جنيه. وكمان اكدت وتم التأكيد على ان السلع الموجودة في كل شنطة فيها تخفيضات مناسبة لكل طبعا فئة، وكل مواطن عايز يشتري حاجات معينة كل واحد هيلاقي طبعا اللي يناسبه جوه هذه المجمعات الاستهلاكية. طب كمان اللي عايزين نقول لحضراتكم ان الكرتونة هتشمل مكونات كل شنطة سلع أساسية إضافة إلى بعض السلع بتاعة رمضان شهر الكريم المبارك اللي جاي علينا. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسلامة ويوم مباركات. شكرا جدا مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان لمتابعتكم هذه الخدمة الإخبارية، ومستمرين معاكم في خدمات إخبارية أخرى على مدار اليوم.